محمد الوهاب، بعمل غواص بشركة مياه الشرب والصرف الصحي للجيزة. أنا خريج قسم صحي 2014. هو أغلب الإدارة عندي دول من فيها بيكملوا دراستهم، يعني في محمود محسن عمر التالت على دفعة كلية التربية وبيعمل ماجستير، كان المفروض يتعين بس هو رفض وظيفة المواعيد وتشتغل معانا على أساس سي في إن هو يقدر يعلم بيه العمال نقدر ناخد بيه في بره مصر. كلمنا عن طبيعة عملك. احنا شغلنا بيبقى مثلا في من اول المية لغاية الصرف. بالنسبة للمية، تطهير مآخذ في النيل غير تطهير مآخذ النيل والطرمبات والشبك اللي في النيل على بالنسبة لدي محطة المية. بالنسبة للصرف بيبقى تطهير مثلا الشغل اللي بتعجز عنه المعدات، لو في كسر في ماسورة مثلا بننزل نعمل معاينة، لو في مثلا هبوط ممكن نقدر نبني طب عشان نمنع عملية النهر تربه عشان ما يقديش اللي يوقع او يحصل مشكله كبيره. مثال مثلا منطقه اشتغلنا فيها الامام الغزالي، كنا فتحنا الطوبه بتاعته وبنينا الطوبه بتاعته وكان فيه هبوط وقدرنا. بتستغرق قد ايه وقت في التسليك بتاعك او والله على حسب الشغله. احنا بالنسبه لنا في نوعين من البدل، اول بدله اللي هي المبلله اللي انا لابسها دي بتفيد في الشغل البسيط، يعني ده شغل بسيط. في بدله الجافه دي في الشغل اللي فيه مواد دمويه واللي فيه خطوره شديده، فالبدله الجافه ما بتستخدمهاش كتير لسبب بسيط، لان هي ممكن لما تخرب تملى ميه والكلام ده، لان مش مهيئه للتعامل في الصرف الصحي، لان بيوصل عشوائي فممكن تتقطع او الكلام ده، فعايزه مجمعات فقط. تنزل بأجهزة التنفس؟ منظم بتاع الرقص، مجرد انه بتوصل بخرطوم وبتوصل على كمبروسر او بتوصل على وحده هواء او بنك هواء فوق على حسب ايه الشغل هو اللي بيطلب. الاداره اداره الغطس هي والامن الصناعي نجحت ان هي في حاجه اسمها الاماكن المحصوره، نجحت ان هي خدت المركز الاول، وان شاء الله شهر 5 هيسافر جزء منها في المانيا. دي بطوله العالم في المانيا للاماكن المحصوره او الاماكن المغلقه، عباره عن واحد بينزل في مطبخ واحد بينزل يجيبه. احنا دايما اتعلمنا من عبيد عمر الشيخ، ده الراجل اللي علمنا ازاي السيفتي بتاع عمليات الغزل والكلام ده، بذل مجهود انه يدخل مصر حاجه زي كده. شغلنا هو ان واحد بينزل في المطبخ، وهو اغلب الشغل اللي احنا بننزله اللي هو العادي متعرف عليه. احنا دلوقتي اربع غطاسين، ده غير في ثلاث عمال احنا علمناهم على الغطس، ان احنا بنناشد ان احنا نحول العامل لغواص، بحيث بدل ما هو ينزل بشورته في نمله ينزل بمظهر حضاري ويتعلم صنعه يقدر بعد كده يفيد بيها. الغطس عامه دراسه قبل ما هو يبقى شغل دراسه. احنا على مستوى الشركه ميه وصرف، لان مشاكل طبعا اللي هي حاجه بتقع في الكتير، تطوير محطات الميه المؤخذه بتاعتها، كل الحراري ده كل محطات الميه صرف الصرف على الكتير دي ما جبتهاش، فلازم العنصر البشري هو اللي ينزل يتعامل معاها، من حاجه بتبقى داخل جوه الماسوره ما حدش عارف يطلعها. فبننزل غطاسين ونعمله وينزل لو في حجر يطلعه وخشب يطلعه، اي حاجه من الحاجات اللي بتنزل في الراس بيطلعها ويتعامل معاها ونسلك الغطس. بوفر له بطه الغطس بتاعته، بوفر له القناع بتاعه، بوفر له كمبروس الهواء ياخد الهواء من بره، بوفر له مولد عشان لو مفيش مصدر كهرباء، بوفر له شنطه اسعاف معايا عشان لو حصل حاجه لا قدر الله، كل حاجه موفراها يعني.